كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. حيث نلتقي اليوم في رحاب النسخة الخامسة لمنتدى طنجة التشاركي، والذي يناقش في هذه النسخة موضوع المجتمع المدني والنموذج الجديد للتنمية، والتي تعد هذه المناظرة الجهوية أولى حلقاته وبرنامجا افتتاحيا لأشغاله. مشاركة وفي إطار التفاعل مع مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية اللي كتنظم هذا النشاط اللي عنده راهنية وعنده أهمية مما كان حول الشباب والنموذج التنموي، نحاولوا ما أمكن تفاعلوا مع الشباب، أولا نفنطلهم شنو كيقولوا هاد الشباب هذا، وثانيا نعرفوا بوجهة نظر حزب التقدم واشتراكي فيما يخص هذا المشروع النموذج التنموي الجديد اللي عندنا مذكرة وعندنا وثيقة وعندنا وجهة نظر في هذا الشأن، ونتمنى يعني يتوج للأساس يتوج يعني بمخرجات من انها انها الدعم العمل ديال اللجنه وطعمها بمقترحات عمليه حتى نتعاطى بشكل ايجابي وبشكل فعال ونجيب على انتظارات وتساؤلات الشباب المغربي اللي يعتبر يعني ماشي عماد او لا عماد المجتمع، يعتبر يعني هو اللي نراهن عليه في المستقبل. اليوم مناسبه اللي فتح النقاش العمومي، انه كنا دائما نقول بان موضوع النموذج التنموي ليس موضوع تقني وليس موضوع صالات ضيقة النقاش، بل هو يجب أن يكون موضوع نقاش عمومي. وأعتقد أنه اليوم المجتمع المدني في طنجة يساهم في حلقة من الحلقات هاد النقاش وهذا الحوار. ما تخفش عليكم أن موضوع النموذج التنموي يثير إشكالات كثيرة، سواء على مستوى المصطلح أو على مستوى الغايات والأهداف من وراءه. بطبيعة الحال النموذج التنموي هو عنده كثير من الأبعاد، البعد السياسي بلا شك، البعد الاجتماعي، البعد الثقافي، والبعد الاقتصادي. وعمق هذه الأبعاد بطبيعة الحال كلها كتصب في الجانب الاقتصادي، لأنه التعقيدات التي عرفها الاقتصاد المغربي والآثار ديالو على المجتمع هي التي ساهمت في أن يسارع المغرب إلى طرح إشكالية النموذج التنموي. هل هو نموذج تنموي فشل أم أنه في حاجة إلى إعادة البناء وإعادة النظر، لأنه ثمار التنمية التي كانت في العقدين الماضيين لم تنعكس بشكل واضح على كل الفئات الاجتماعية وطبقات الاجتماعية في بلادنا، وأيضا لم تنعكس أيضا على المستوى المجالي، هناك تباين على المستوى الترابي وعلى المستوى المجالي في الجهود ديال التنمية. فيما يخص الفاعل السياسي والشباب، لو كان لي الوقت كنسأل الشباب اللي حاضرين معنا من منكم ينتمي الى طبعا. هذه المناظره كتندرج ضمن فقره منتدى طنجة الاجتماعي، اللي هو برنامج او مشروع يعقد وينظم بشراكه مع كل من الوزاره المكلفه بحقوق الانسان والعلاقه مع البرلمان، وايضا بشراكه مع المجلس الثقافي البريطاني، وكذلك كليه العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه بمدينه تطوان. اذا هذه المناظره ديال اليوم يحضر فيها ضيوف من مشارب مختلفه. معنا اليوم الاستاذ والدكتور عادل بن حمزه، القيادي السابق في حزب الاستقلال وكذلك برلماني سابق، وهو شخصيه طبعا عموميه معروفه، وبالتالي فنعتقد داخل المنظمه ديالنا بان الحضور ديال سي عادل ممكن ان يضيف يعني زخما او يعني افاده كبيره لهذا النشاط. كذلك تحضروا معنا في هذه المناظره الوزيره السابقه الاستاذه شرفات افيلال، اللي كيف ما كتعرفوا جميع بانها كانت وزيره في الحكومه السابقه، وبالتالي فلها من الخبره والدرايه والمعرفه فما يؤهلها بشكل كامل يعني المساهمة في هذا النقاش العمومي بشكل ممكن أن يعني بشكل إيجابي، وممكن أننا يعني نخرجوا بتصورات متكاملة في هذا الإطار. كذلك في نفس السياق تحضر معنا الدكتورة والباحثة الأستاذة بجامعة عبد الملك السعدي سعيدة العثماني، اللي كتعرفوا جميع بأنها أستاذة ديال العلوم السياسية وأستاذة ديال القانون العام، ولها يعني عدة إصدارات متعلقة بهذا الإطار، وكذلك مساهمات علمية رفيعة فيما يخص هذا الموضوع. وفي نفس الوقت هذه المناظرة ديال اليوم تعرف حضورا رسميا للجنة الخاصة
المكلفه بالنموذج باعداد تصور ديال النموذج التنموي. يمثل هذه اللجنه الدكتور الاستاذ محمد العمراني بخبزه اللي هو في الحقيقه يعني استاذ له يعني اسهامات غزيره فيما يتعلق بهذا الموضوع، وكذلك يعني حقيقه يعني له من المعرفه ما يجعلنا يعني جد سعداء بحضوره ممثلا لهذه اللجنه اليوم معنا، وبالتالي نعتقد بان هذه المناظره سيكون لها مخرجات طيبه وممكن ان تساعد بلادنا في اعداد تصور حقيقي يعني متكامل للتنميه على المستوى الجهوي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.